بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أعزائي، هل أنتم مستعدون لحفظ سورة قريش؟ هيا لنردد جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء
وَأَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. بارك الله فيكم يا صغاري، والآن تعالوا لنتعرف معاني كل آية على حدة. تتحدث سورة قريش عن نعم الله تعالى التي أنعمها لأهل مكة، وبالتحديد قبيلة قريش التي كان ينتمي إليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي قوله تعالى إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أي أنهم كانوا يألفون رحلتين للتجارة، رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام. وفي قوله سبحانه وتعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فقد أكرم الله تعالى قريش بنعمتين كبيرتين، وهما نعمة الأمن والغنى، لذلك عليهم عبادة الله تعالى
وشكره عن هذه النعم. ونحن أيضا يا صغاري أنعم الله علينا بنعم كثيرة. أنعم علينا بالأمن والمال والاستقرار والحياة السعيدة. لذلك علينا شكر الله تعالى على نعمه علينا. وإلى هنا أشكركم يا صغاري على حسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.